السلام عليكم. ان شاء الله هنكمل النهارده الجزء الثاني في شابتر الانفكشن. نبدا باول حاجه معانا النهارده وهي التشيكن بوكس. التشيكن بوكس او بالعربي بنقول عليها اسمها جدر الماء. وبصراحه انا مش عارف هو ليه اتسمى اصلا التشيكن بوكس او اتسمى جدر الماء، مش عارف. المهم، التشيكن بوكس بيحصل بسبب فيروس اسمه فاريسولا زوستر فيروس، وده واحد من الاله بتاعت الهيربس. الفاريسولا زوستر فيروس ده بيجي بشكلين، الشكل الاولاني الشكل اللي قدام ده اللي هو التشيكن بوكس، والشكل الثاني اللي هو على الجنب ده. الفرق ما بينهم الفكره ان في الاول الفيروس ده بيخش الجسم العيل صغير كبرايمري انفكشن، اول مره يتصاب بالفيروس ده، فبيبدا يظهر بشكل الراش بتاعت التشيكن بوكس او بشكل جدري، اللي هي عباره عن راش على الترنك متبعزقه شويه، ليها شكل، ليها حاجه مميزه جدا هقول لك عليها بعدين. خلاص، الراش جت للعيان، العيان ده جاله شويه اعراض فيفر وكده، خف والدنيا بقت كويسه، الفيروس مش هيمشي من جسمه، الفيروس هيخش الدور الذروي الجانجليا ويبدا يستخبى هناك. استخبى هناك يعمل ايه؟ مستني ايه الفيروس؟ مستني العيان يكبر في السن، مناعته تضعف، تيجي له امراض كتير، المناعه بتاعته تتدهور، الفيروس يبقى ايه؟ يرجع يحصل له ري اكتيفيشن. مش هيرجع يعمل لك تشيكن بوكس بقى، هيرجع يعمل لك حاجه تانيه بنقول عليها حاجه اسمها شينجلز. ودي بتيجي بيحصل افكشن على جلد الانسان بحاجه اسمها الحزام النيري، او يعني بيكون في افكشن للدرماتوم اللي متاثر او اللي بيتغذى بالجانجلون اللي الفيروس ايه؟ جه منها. احنا علينا التشيكن بوكس اللي هو البرايمري انفكشن. نيجي نتكلم بقى عن الكلام اللي في الكتاب. التشيكن بوكس بيحصل بسبب الفيروسولا زوستر فيروس، ودي واحد من عيله الهربس، هو رقم 3. كنا واخدين روزيولا انفانتوم رقم كام؟ رقم 6. في انكوبيشن بيريود للفيروس 2 ل 3 ويكس. 2 ل 3 ويكس دي جت 3 مرات. المره الاولانيه في الجيرمان ميزلز، دي المره الثانيه، والمره الثالثه في المنبس، لسه هتيجي معانا. البرودروما مدتها يوم او يومين، العين جاي بفيفر، انوركسيا وهيديك. واخد بالك ان المده دي نفس المده بتاعت الايه؟ الجيرمان ميزلز. عموما التشيكن بوكس والجيرمان ميزلز التشابه ما بينهم بالارقام تقريبا في كل حاجه. نفس الكلام، الراش بتظهر عند اليوم الثاني، وده نفس الرقم اللي موجود فين؟ الجيرمان ميزلز. كمان موجود في جروب ستريبتوكوكاي اللي بيحصل بسبب السكارليت فيفر. كل مره عاملين نقول الراش بتبقى ماكيولو بابيرا الراش، قلت لك لما تبقى في حاجه مختلفه هنبهك. هنا المره دي اول حاجه مختلفه، الراش هنا بنقول عليها حاجه اسمها بليمورفيك راش. يعني ايه بليمورفيك راش؟ يعني متعدده الاشكال، يعني فيها كل الاشكال اللي ممكن تتخيلها في الموجوده على سطح الجلد. زي بابيول، البابيول دي يقول لك انها هتفرقع، تبقى هتميلي فلويد تبقى فيزيكال، ممكن تميلي بس تبقى اوستيول، هتفرقع في الاخر وتبقى كراست. المميز فيها انها ايه؟ بليمورفيك، يعني كل الستيج دي هتظهر، مش بس هتظهر، لا ده هتظهر كمان في نفس الوقت، لان في مرض تاني مش هقول لك عليه لانه مش معانا. المرض ده بيكون فيه كل الستيج ظاهره بس مش في نفس الوقت، تتابع يعني دي ورا دي ورا دي ورا دي، انما هنا احنا نلاقي كل حاجه عندك. بتظهر على الترنك، وانا افتكر دايما ان الراش ان الفيروسيلوز ترافيرس لما بيجي في سكندري انفكشن بقول عليها الحزام الناري، فافتكر ان البرايمري انفكشن هتبقى جايه على الترنك، لان الحزام بتلبس على الايه؟ على الترنك. لما الراش تبدا على الترنك بيقول عليها حاجه اسمها سنتري بيتال ديستريبيوشن، نفس المعنى بتاعت ان الراش بدا على الترنك. ونفس الكلام ده احنا خدناه فين؟ ان الراش بدا على الترنك، خدناه في الروزيولا انفانتا وبصمجناه بالرسمه دي على السن الشال اللي عليه بيغطي الترنك بتاعه. الصوره دي جميله جدا، بتبين لك الشكل بتاع الراش بتاعت الميزز. عايزك كده تخمن ايه الحاجات اللي الاسهم دي بتشاور عليه. اول حاجه هنا دي الماكيول، دي البابيول، والاثنين دول مع بعض الايه؟ الفيزيكال. الثلاث اشكال دول او الاربع اشكال بقى بيمثلوا لك ايه في الاخر؟ الفيروسيلا زوستر فيروس. تمام؟ المنظر ده هو نفس المنظر ده بس من بعيد، فانت هتبص كده من بعيد لان في حاجات مختلفه، مش مختلفه يعني الراش اللي على جسم العيان مش متشابهه، فدي على طول تودي معاك ناحيه الايه؟ الفيروسيلا زوستر فيروس او التشيكن بوكس. ماليا الترنك، كاركترستيك فايندنج، احنا قلنا منهم حاجتين، اول حاجه انها بتيجي على الترنك، ثاني حاجه انها بتبقى فيها بالورف كراش، ثالث حاجه بيقول لك انها اتشي. ودي نفس اللي احنا قلناها فين؟ في الاريثيما انفكشيوزا، لو فاكر انا بصمتها بالازاز. دي صوره ثانيه. الافكتيفيتي بيريود بقى بتاعتنا قال لك انها يومين قبل الراش وسبعة ايام بعد الراش. بس خلي بالك ان انت بتعتبر الراش خلصت لما الراش يحصل لها كراستنج، او الفيزيكال يحصل لها كراستنج. مجرد ما الحاجات فرقعت، الباستيول او الفيزيكال فرقعت، خلاص كده بتقول عن الراش انها ايه؟ خلصت. العيان ساعتها ما بقاش قادر انه ينقل العدوى. الافكتيفيتي بيريود ذكرت معانا او هتذكر معانا في اربع امراض، احنا خدنا منهم ثلاثه. يعني ذكرت معانا في الميزلز،
كمان في جيرمان ميزز ذكرت معانا دلوقتي في التشيكن بوكس وهتذكر في المومبس. لما الخلاصه كده على بعضها هجمعهم لك مع بعض. دي اشكال للريش بتاعت التشيكن بوكس. نتكلم بقى عن الكومبليكيشن. ابسط طريقه عشان تحفظ الكومبليكيشن انك تكون حافظ الكومبليكيشن بتاعت الميزز وتركز على كام حاجه كده في النص. شويه كاركترستيك للتشيكن بوكس. نتكلم بقى عن اول حاجه هي الانكيفاليتس. الفيروس بيروح البرين يعمل لك انكيفاليتس، كمان ممكن يروح السيربيلوم ويعمل لك حاجه اسمها اتاكسيا. اتاكسيا لو انت مش عارف هي بيبقى في مشكله في ان السيربيلوم نفسه مسؤول عن الكوردينيشن او تنفيذ العمليات المعقده شويه. من ضمن العمليات دي مثلا المشي. فلو عندك اتاكسيا او عندك مشكله في السيربيلوم، العيان ما بقاش قادر ان هو يوازن في المشي بتاعه، ماشي مثلا عمال يتطوح يمين وشمال. ده مثال بسيط بس على حاجه بتحصل. التشيكن بوكس هي اشهر سبب للاتاكسيا في الاطفال. ممكن الفيروس يعمل لك جوليان بيرس سندروم، يعني من الاخر الفيروس بيأفكت البرين يعمل لك انكيفاليتس، أفكت السيربيلم يعمل لك اتاكسيا، بيأفكت البريفرال نيرفس سيستم المايلين شيز بتاعها ويدمره يعمل لك جوليان بيرس سندروم. ممكن يروح اللنج والهارت يعمل لك نمونيا ومايكاردايتس، كمان ممكن يضعف المناعه ويساعد في تكوين سكندري بكتيريا انفكشن. العلاج بتاعها هنا ايه؟ انتي بايوتيك. فكره السكندري بكتيريا انفكشن دي اشهر كومبليكيشن موجوده معانا هنا. ممكن يروح العين ويعمل لك كيراتيتس. كيراتيتس معناها انفلاميشن في الكورنيا، العين بيبقى جاي بوجع في عينه. الكورنيا هي الطبقه الشفافه اللي كانت بتغطي العين. ممكن العيان يجي له بسبب الفيروس ان هو بيروح في الدم، او بسبب السكندري بكتيريا انفكشن يجي له بيربرا فورمالانز ويحصل لها كومبليكيشن وتبقى ايه؟ تحول لجي اي سي. في حاجتين كمان لسه هناخدهم دول مميزين جدا برضه. حاجه اسمها ديسيمينيتد فاريسيلا. الفيروس بيبدا ينتشر جامد جدا، بيبدا يعني عشان ينتشر لازم تكون العيان مناعته ضعفت. اشهر مثال على الناس اللي مناعتهم ضعيفه الناس بتوع الايه؟ اللوكيميا. فالاعراض بتاعت المرض بتبقى تقدر تقول انها بقت سيفير اكتر. بيبدا العين يجي لك بهيموراجيك سبوت وانكيفالايتس، بيجي لك بنيمونيا. ماشي. ده الشكل بتاع الهيموراجيك سبوت اللي العين بيجي بيها. يعني هي مختلفه عن الراش اللي احنا لسه اتكلم عليها ورا. هي راش او تقدر تقول حاجات مليانه دم متجمعين مع بعض الثلاث حاجات في كلمه هنا. العين بيجي كمان بكومبليكيشن مميزه جدا اسمها ريس سندروم. ريس سندروم دي بيبقى فيه مشكله في الليفر، فبالتالي الليفر مش عارف يتخلص من الامونيا، فالامونيا دي بتروح تعمل تروح للبرين وتعمله دامج. اللي بيساعد يعني اللي بيزود الموضوع ده اكتر ان العيان بيكون عنده الفيروس الفاريسيلا زوستر وكمان بياخد اسبرين. فلو الاثنين دول حصلوا في نفس الوقت الليفر بيحصل فيه مشكله، البرين بيحصل فيه مشكله، فبيحصل حاجه اسمها ايه؟ اكيوت هيباتيك انكيفالوباسي، اللي بيقولوا عليها حاجه اسمها ريس سندروم. بتبقى اكتر مع الناس اللي بتاخد اسبرين. ايه اللي يخلي اصلا العيان ياخد اسبرين؟ الاسبرين بيخفض درجه الحراره، فالناس بتاخد اثناء ما بيجي لها فيفر فبتاخد اسبرين، المرض يزيد ويتحول لريس سندروم. الشكل ده بتاع ايه؟ الشكل ده بتاع البيربرا فورمالانس. عرفت منين؟ عرفت بسبب الهيموراجيك ليجن اللي موجوده والنكروزس اللي موجود هنا. العلاج بتاعنا هنا احنا بنعالج كذا حاجه. اول حاجه انت بتعالج الهرش عند العيان، تدي له حاجه لوكال اسمها كالاماين لوشن، او ممكن تدي حاجه سيستميك انتي هيستامين. ادي له اي حاجه تخفض درجه الحراره بس امنع عنه الاسبرين. ادي له انتي بيوتيك عشان السكندري بكتيريال انفكشن، وتدي في الاخر انتي فايرال دراج اللي هو الاسايكلوفير. البريفنشن تدي الفاكسين بتاعنا اللايف اتنيوتد فاكسين، ممكن تدي امينوجلوبولين للايه؟ للكونتاكت. اهم حاجه ان العيانين اللي عندهم تشيكن بوكس تبدا تعزلهم لحد ما كل الفيزيكال ايه؟ تفرقع، يحصل لها كلاسترنج. الرسمه دي بصمجه او تجميع المعلومات اللي موجوده عندنا في التشيكن بوكس. تعال نبدا كده واحده واحده عشان ما نتوهش فيها. اول حاجه احنا هنفتكر انها تشيكن بوكس بتاع الفراخ الكتير الموجوده قدامك دي. نتكلم بقى عن البرودروما بتاعتنا. البرودروما فيها ثلاث حاجات: الروكزيا على سن الفراخ نفسها مسدوده مش عارفه تاكل، تاني حاجه البنت اللي ماسكه دماغها دي عشان عندها هيدك، ثالث حاجه الفيفر اللي قدامك دي انها سخنه يعني وبتاع. تعالى نتكلم بقى شويه عن الكومبليكيشن بتاعتنا من فوق لتحت كده. عنده انكيفايتس وعنده كيراتايتس، عنده مايكاردايتس وعنده نمونيا. كمان الراج بتبقى موجوده على الترانك، ممكن يبقى موجود معانا بيربرا فورمولانس. كمان الراجل ده ماسك عكاز عشان مش عارف يوز نفسه، فهو عنده ايه؟ اتاكسيا. البريدنج اللي هنا ده بيفكرك بالدي اي سي. علبه الدواء دي بيفكرك بالريس سندروم، واشعه الشمس دي بيفكرك بالريس سندروم. هي عباره عن حاجتين: هيباتيك انكيفالوباسي. بعد كده عندك فوق هنا الديستيميتد فاريسيلا، بتبقى موجود اكتر في الناس اللي مناعتهم ضعيفه زي العينين بتاعه اللوكيميا، وتبقى موجوده فيها ثلاث حاجات: هيموراجيك انكيفالايتس ونيمونيا. كمان موجود عندك البرميل اللي هنا ده
براميل الزباله اللي هنا عشان تفكرك بالجوليان بيري سندروم. التريتمنت بتاعنا بتدي حاجات تقلل الهرش عند العيان، فبتدي حاجه اسمها حاجه تنيم العيان او تنيم الهرش هنا او تقلل الهرش، حاجه اسمها كارمين لوشن تهدي الموضوع شويه، بتدي انتي هيستامين، كمان بتدي انتي فايرال دراج اللي هو الاسايكلوفير، جاي من كلمه سايكل. افتكر كمان ان ده تحس زي حاجه كده زي عرض مسرح. العرض المسرح ده بيكون عرض ايه؟ عرض لايف. الفاكسين بتاع الفيروس بيبقى لايف اكتيفيتد فاكسين. خمن كده الحاجات دي. تمام كده خلصنا التشيكن بوكس. هسيب الستريبتوكوكاي نخش على المامبس لاني عايز اجيب الفيروس كولا الاول وبعد كده اجيب البكتيريا. المامبس الانكيبيشن بيريود بتاعتها 2 3 ويكس. يبقى كده قفلنا كل الحاجات الامراض اللي الانكيبيشن بيريود بتاعتها من اسبوعين لثلاثه. ايه هما بقى؟ اول حاجه الجيرمان ميزلز، بعد كده على طول خدنا التشيكن بوكس، واخر حاجه خدنا المامبس. ماشي. البرودومه بتاعت المامبس حاجات مش كاركترستيك خالص، فيفر هيديك انوركسيا وماليز. المده بتاعتها الكلام ده كله يوم واحد بس. بص الجيرمان ميزلز والتشيكن بوكس البرودومه بتاعتهم كانت حوالي يوم او يومين. المامبس واكتب لك يوم بس، فمش يوم الاثنين مع بعض، الثلاثه زي بعض عشان ايه تعرف تحفظهم. يبقى الجيرمان ميزلز والتشيكن بوكس والمامبس شبه بعض في الانكيوبيشن بيريود وشبه بعض في البرودرام. المميز في المامبس هي حاجه ان المامبس بيعمل سويلنج في البروتيد جلاند، فبالتالي بتلاقي جزء على البروتيد ده منفوخ، وفي نفس الوقت هو بيبدا يزق على البيوت بتاعه الاير، فيبدا يرفعها لفوق. الموضوع ده ممكن يكون يونيلاترال او بايلاترال. السويلنج ده بيفضل مكمل معاك تقريبا حوالي من 3 ل 7 ايام. انت هنا ما عندكش راش، انت هنا الموضوع كله في السويلنج بتاع البروتين جلاند، هو ده المميز هنا. لو فتحت بق العيان والعين الصغير بدات تبص عليه من جوه، هتلاقي البروتين جلاند الفتحه بتاعتها، البروتين جلاند هتلاقي الفتحه بتاعتها بقى فيها شويه اديمه وشويه سويلنج. الانفكتيفيتي بيريود بتاعت المامبس يومين قبل وخمس ايام بعد. قبل ايه وبعد ايه؟ قبل البروتيد سويلنج. كل الامراض اللي احنا خدناها ورا كنا بنتكلم عن انها قبل الراش او بعد الراش، انما هنا الموضوع كله في فكره السويلنج. التريتمنت في المامبس ما فيش اي حاجه مميزه، سيمبتوماتيك تريتمنت بريفنشن على طول انت عارف الام ام ار فاكسين. قلت لك ان انا جمع لك الانفكتيفيتي بيريود في الاخر لما خلصنا كلها على بعضها. والانفكتيفيتي بيريود اتذكرت في 4 مرات، 4 امراض اللي هم قدامك دول، الميزلز الجيرمان ميزلز والتشيكن بوكس والمامبس. ولا لك اضطر احفظه بيها، يعني لو عجبتك احفظ بيها، ما عجبتكش اتصرف بقى. احفظهم كده 3 5 5 5 5 2 2 7. عشان اسهل الموضوع على نفسي برضو، انا كنت فاكر ان الجيرمان ميزلز لو جمعت الخمسه زائد الخمسه الجيرمان ميزلز هيكون اطولهم، هيكون اكتر حاجه 10 اطول، لان الجيرمان ميزلز اطول حاجه في عدد الحروف. في نفس الوقت لو جمعت الخمسه والاثنين بتوع المامبس هيطلعوا 7 اللي هو اقل رقم، لان المامبس هو كمان اقل واحد في عدد. الكومبليكيشن بقى بتاعتنا المامبس ممكن يروح السي ان اس، يعمل لك انكيفاليتس، ودي اشهر حاجه معاك. ممكن الانكيفاليتس دي حاصله بسبب الفيروس نفسه او حاصله بسبب اميون رياكشن، مايوكاردايتس وبانكرياتايتس. ودي اول حاجه معانا تعمل انفلاميشن في البنكرياس، الاعراض بتاعتك وجع في البطن والسيروم اميليز بيبقى عالي. المميز بقى في المهندس معروف اعتقد، مش عارف هتعمل ولا لا برضو، ان هو بيعمل فيرتيليتي. الفيرتيليتي لانه لو جه في ناس سنها صغير شويه، لانه بيعمل انفلاميشن في التستس وانفلاميشن في الاوفري، فبيعمل اوركايتس او اوفرايتس. شويه الكلام برضو ممكن يعمل لك هيباتيتس نفرايتس ارثرايتس. وكمان بيروح الهارت لو الموضوع كونجينيتال، بيعمل حاجه اسمها اندوكارديال فايبروبلاستوزيس، ودي بيكون فيها العضله بتاعه الهارت المصل بتاعتها تخينه بسبب ان في طبقه كولاجين او طبقه فايبر موجوده ايه موجوده على الهارت، مزوده السمك بتاع عضله القلب. دي الصوره بتاعه البصمجه بتاعتنا. اول حاجه عايزك تفتكر ان دي موميا عشان تفكرك ان هو مامبس. الموميا دي عندها بروتيد سويلنج. شويه الكومبليكيشن بتاعتنا انكيفاليتس، اندوكارديال فايبرولاستوزيس هتلاقي القلب بتاعه على شكل فايبر، ارثرايتس، بانكرياتيتس، واوفرايتس واوركايتس، والواد ده الشعر بتاعه عامل شكل الليفر عشان يفكرك ان هو ايه هيباتيتس. وافتكر يعني حاول تتخيل ان دي الملكه نفرتيتي عشان تفتكر انها نفرايتس. هنتنقل يعني بقى لتالت موضوع معانا النهارده وهو الانفكشوس مونونيوكليوزيس، اسمه التاني جراندولار فيفر،
اسمه التالت كيستنج ديزيز، اتسمى كده لانه بيتنقل في الاغلب عن طريق السلايفا. ماشي. جوجل البوزيتيف اورجانيزم اللي بيعمل حاجه اسمها ايبشتاين بار فيروس، وده برضو من عيله الهربس رقم 4. الاعراض بتاعته فيفر، وجع في الزور، وتونسيلايتس، ودي هتلخبطك جدا مع الـ مع السكارلت فيفر لو انت ما كملتش بقيه الكيز. يعني بيعمل انفلاميشن في الليمف نود، وخصوصا المنطقه بتاعت السيرفايكل. بيعمل هيباتوسبلينوميجالي، مش بس كده، هو بيجي للسبلين، بيخلي السبلين طري جدا جدا جدا، وبالتالي بيكون سهل جدا انه يفرقع. وبرده كمان هو من الاسباب اللي بتعمل تنتر سبلين. ماشي. في رش هنا موجودة ولا لأ؟ في رش فعلا، بس الرش هنا نسبة حدوثها قليلة، وبتكون نوعها ميكروبابيولا رش عادية، مفيش أي حاجة، قال لك إنها ممكن تحصل نسبة 15%، بس ممكن توصل 90% لو أنت استعملت أمبسيلين. إيه اللي يخلي أصلا، إيه اللي يخلينا أصلا نستعمل أمبسيلين؟ إحنا في الأغلب العيان بيجي لك بتونسلايتس، فأنت بتدي له بنسلين أمبسيلين، فاهم؟ وعشان تقلل تظبط الدنيا يعني، هي أي بروس سبيكتر أنتي بايوتيك. يعني نيجي كده بصمجة سريعة. انت كل الموضوع بتاعنا عن الابشتاين بار فيروس، فكلمه بار دي تفكرك بالبار اللي قدامك ده. اشهر حاجه عندك العين ده بيجي بوجع في زور، تمام؟ كمان بيكون عنده لينفادينوباسي، وبالذات المكان المشهور فيها حوالين السيرفكس، هتلاقي الراجل ماسك من ايه؟ من زور. العيان بيجي لك بفيفر، وكمان بيجي لك بهباتوس سبلين وميجالي، ده كده السبلين وده كده الليفر. ما تنساش كمان ان حاجه مهمه، ان الاسبرين ده ممكن يربشر ويفرقع. كمان ما تنساش ان ممكن يحصل تونسيلايتس، الشكل ده بيمثل البلد اللي هي دي الايه، التونسيل. التونسيل دي ممكن يحصل فيها انفلاميشن. الكوميونيكيشن بتاعتنا ما فيش حاجه جديده، انكيفالايتس، جوليان باري سندروم، مايكارديتس، نيمونيا، نفرايتس، هيباتايتس. الكلام المهم بقى اللي بالاحمر ده، ترانسفيرزومايلايتس. ترانسفيرزومايلايتس دي بالعربي اسمها التهاب النخاع الشوكي المستعرض، هكلمك عنه الاسبوع الجاي. الكوميونيكيشن بتاعت البلاد دي مهمه جدا جدا جدا، وبيعمل دامج للار بي سيز، للوايت بلاد سيل، للبليد سيل. لو انت فاكر من الفيديو الاولاني انا قلت لك ان الحاجه دي ليها اسم كده مميز، ابلاستيك انيميا، وهنا كاتب لك ان ممكن يعمل هيموتيك انيميا، يدمر الار بي سيز بس، ممكن يدمر البليد سيل بس، ممكن في الاخر يدمر الثلاثه مع بعض، ساعتها بيقولوا عليها ابلاستيك انيميا. وجود الاوبشتاين بار فيروس بيزود الريسك لحاجه اسمها بريكت لينفوما، ودي بتبقى موجوده اكتر للناس مع الناس الافريقيه. الرسمه اللي قدامك دي بتبين لك يعني ايه ترانسفيرزومايلايتس. انا زي ما قلت لك كده بالعربي، الترجمه بتاعته التهاب النخاع الشوكي المستعرض. لا ببساطه كده، بيبقى عندك انفلاميشن عامل دامج للمايلين شيث بتاع المنطقه دي مثلا، فايه اللي حاصل؟ المنطقه دي كده بالعرض كلها متدمره. انت ببساطه الناحيه اليمين والناحيه الشمال هيكونوا بايظين. مش بس كده، انت عندك مش المنطقه دي بس اللي بايظه، لا ده الاشاره بتتنقل من فوق لتحت ومن تحت لفوق، انت عندك الطريق ده مسدود، فاي حاجه تحت مش تبقى واصله. تخيل الموضوع ده كده، وصل عادي الاشاره سليمه والدنيا الدنيا ماشيه زي الفل، انما الحاجات اللي تحت السايد بتاع الليجن الاشاره مش واصله، فيحصل فيه شلل او باراليسيس. يعني لو جيت قلت لك كده خمن المنظر اللي هيكون موجود مع الترانسفيرزومايلايتس من الثلاث صور دول، لو قلت دي صح، لان هو المشكله هتبقى هنا مثلا، فبيحصل دامج لكل حاجه فوقيها، اللي كل حاجه تحتيها، انما الحاجات اللي فوق سليمه. في نفس الوقت الدامج واخد البتاع بالعرض، واخد السبانر كورد بالعرض، فبالتالي بيكون اليمين والشمال بايظين. الرسمه دي بتبين ايه؟ عندك الليفر وده السبلين، الاثنين شكلهم ايه؟ حجمهم كبير. الانفستيجيشن بقى بتاعتنا، اول حاجه انت بتبص على ان ده فيرال، فاي فيروس بتعمل سي بي سي بتلاقي الليمفوسايت عاليه، واي بكتيريا بتعمل سي بي سي بتلاقي ايه؟ النيوتروفيل عاليه. في استثنائين هقول لك عليهم وقتهم. يعني انت هنا بتبص بقى على الليمفوسايت، بتلاقي ان في حاجه اسمها اتيبيكال ليمفوسايت. يعني ايه اتيبيكال ليمفوسايت؟ دي التيبيكال ليمفوسايت حجمها تقريبا مقارب لحجم الار بي سيز، شكلها مدور. انما الاتيبيكال ليمفوسايت هي لا، هي حجمها كبير وشكلها ريجولار. بتعمل تيست كده او تيستين، يعني الاثنين نفس الفكره، حاجه اسمها بول بانل تيست ومونو سبوت تيست. التيست ده فكرته ببساطه انك بتجيب الانتي بودي اللي الجسم بيطلعها ضد الفيروس دي، وتجيب ار بي سيز. الار بي سيز دي يا اما من الحصان يا اما من الخروف. تجيب الار بي سيز تحطها على السيرم بتاع العيان، لو حصل اجلوتينيشن فده معناه ان التست ده ايه؟ بوزيتيف. ده معناه ان العيان عنده مونونيوكليوز او ابشتاين بار فيروس. بيقول لك ان التست ده لحد ما السنسيتيفيتي بتاعته بتكون قليله في الاطفال. ممكن تشوف الانتي بودي اللي الجسم بيطلعها ضد الكبسل بتاع الفيروس، الكبسل ده اللي هو الغطاء اللي بيحوط الدي ان ايه بتاع الفيروس.
وطبعا دقيق وزي الفل. تمام، عايز تبص على الصوره دي كده وحاول تخمن دي ايه المشكله فيها. لو انت بصيت على الصوره الاوليه النورمال هتعرف ان المشكله هنا، الليمفوسايت هنا كبيره، في نفس الوقت هي مش مدوره، لا هي شكلها غريب ريجولار، فدي بتديك اتيبيكال الليمفوسايتوزس من ضمن الديفرنشال دايجنوز بتاعتنا اللي علينا بقى، اللي هي دي الستامبر فيروس. تمام، المنظر اللي قدامك ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن بليدنج حوالين السبلين، انديكيت ان السبلين حصل فيه رابشر، اشهر الحاجات اللي بتعمل كده ايه؟ اللي بيشتغل فيروس فيروس او الانفكشن اوف نيوكليوس. العلاج بتاعنا بقى ايه؟ قال لك سيلف ليمتنج، الدنيا بتخف لوحدها مفيش مشكله، اسبوع اسابيع شهور الدنيا هتخف. قال لك ممكن تستخدم استرويد عشان تقلل الانفلاميشن. الانفلاميشن بتاع ايه بالظبط؟ الانفلاميشن بيقول لك ان التونسل ممكن الانفلاميشن يبدا يعمل ريسبيرتوري اوبستراكشن، فانت بتحاول تقلل الانفلاميشن عشان ما تخليش العين يموت منك. ممكن كمان انفلاميشن عشان تقلل الحاجات الامراض المناعيه اللي بتحصل بسبب الفيروس، من ضمنها زي جوليان بارر سندروم والترانسفيرز مالاكس اللي حصل. الدواء اللي انت بتديه اسمه بريدنيزولون. تعالى نكمل بقى الوصفه بتاعتنا. احنا هنكمل، احنا قلنا الكلينيكال بيكشر، تعالى بقى نتكلم عن الكومبليكيشن. مايوكاردايتس، نمونيا، نفرايتس، وهيباتايتس. كمان عايزك تبقى عارف ان الراش دي ممكن تحصل لو انت استعملت اموكسيسيلين. البرميل اللي هنا ده بيفكرك بايه؟ بالجوليان بارل سندروم. الحزام اللي بالعرض ده عشان يفكرك بالترانسفيرز مايوكاردايتس. الازاز البلاستيك دي عشان تفكرك بالابلاستيك انيميا. الراجل الاسمر ده عشان تفكرك ببركه لينفوما اللي هي موجوده اكتر في الناس الافارقه. الخوذه اللي على دماغه دي عشان تفكرك بالانكيفاليتس. كمان عايزك تفتكر الانفستيشن بتاعتنا. اول حاجه انت عندك الكاب دي عشان تفكرك بالانتي فايرال كابسيد اللي انت بتكشف عليهم، الاي جي ام والاي جي جي. كمان الحصان ده عشان تفكرك المونوسبوت تيست، انت بتاخد فيه دم من الحصان تخلطه بالدم بتاع العيان، بيحصل اجلتينيشن ويطلع التيست بوزيتيف. التيست بيكون نيجاتيف او تقدر تقول ان هو السنسيتيفيتي بتاعته قليله شويه في الاطفال. ماشي. كمان انت بتبدا تبص فوق كده هتلاقي ازاز بيضاء كتير عشان تفتكر الليمفوسايتوز. الازاز دي شكلها مختلف شويه عشان تفتكر ان هو تيبيكال الليمفوسايت، ما تبقاش الليمفوسايت كلها زي بعض. الامر ده عشان تفكر بان احنا ممكن تستخدم كورتيزون في حاله الايه؟ الريسبيراتوري اوبستراكشن. دي رسمه بالبيانات لو حابب تبص عليها.